قلة الجدار. نعم نيكول، يعني منذ لحظات أفدنا من بعض المنظمين هنا بأن عملية إزالة الجدار قائمة في هذه الأثناء داخل النفق في نفق نهر الكلب، الجدار الذي كنا منعنا يعني أو حاولوا منعنا مرتين من تصويره ونجحنا في المرة الثانية. كان جدارا أرادوه أن يبنى داخل النفق وفي وسط النفق، وعلى ما يبدو في هذه الأثناء يقومون بإزالته من وسط يعني النفق. كما تشاهدون عملية تكسير هذا الجدار، ويعني الحائط، دعينا نسميه بالحائط. طبعا يعني هذه هي يعني الأدوات التي كانت تستخدم من أجل بنائه، بعض الإسمنت، بعض الخفان يعني المعروف بهذا التعبير العامي، وبالتالي هذه هي كمية الحجارة وكمية الإسمنت اللي كانت موضوعة هنا لبناء هذا الحائط داخل النفق بوسط النفق تماما يعني. وبالتالي هم أخبرونا أنه عندما منعونا في المرة الأولى أنهم منعونا لأنهم كانوا يريدون أن يبنوه ويرتفع يعني بشكل كامل ثم يسمحون لنا بتصويرها. الآن يقومون بإزالته نهائيا بعد دخولنا للمرة الثانية وشيوع هذا الموضوع وانتشار صوره، وواحدة من هذه الصور كانت مباشرة عبر الزميل تونر كيرلوس رغم محاولة المنع التي واجهتنا في المرتين ومحاولة الاعتداء التي حصلت خصوصا في المرة الثانية، حيث تعرض يعني الفريق أثناء الدخول من مصور ومراسل لكل أنواع يعني الضغط والضرب والاعتداء يعني بالغدر. طبعا يعني كان الأمر يحصل، ولكن يعني كانت الصور قد وصلت للمشاهدين ولمن يهمهم الأمر. وطبعا يبدو أن هناك أوامر ما أتت بإزالة هذا الحائط من وسط النفق، نفق نهر الكلب. يعني ليش رجعتوا شلتوه؟ ما في اوامر حبيبي الان، اوامر شو من مين؟ ليه رجعتوا شلتوه؟ ما بناخذ اوامر الا من رب العالمين، من الله. ليه رجعتوا شلتوه؟ نحن بس عملنا رمزه. كيف يعني رمزه؟ رمزه بس تيعرفوا رمزه مشان حضرته بي الكل اللي هو بيقول انه عنا بي الكل يعرف انه نحن اذا بدنا ننزل اقوى من البطون واقوى من البوليت واقوى من الحديد.